صباحا. نحن اقول لك فين، مش اقول لك هذا في قريه، مش مقريه عاد، نحن يا ريت بقريه. بمجرد دخول هذه الاحياء تشتم رائحه المعاناه، وترى حقائق قلما تدركها خارج هذه المربعات السكنيه المهمله منذ سنوات. السيسبان، السيلة، المحارق، هي احياء شعبيه في الشيخ عثمان، احدى اكبر مديريات عدن. هي طبعا منتهك حقوقها في كثير من الاشياء، مثلا نحن بالنسبه لنا اهم حق هو حق التمليك. حق التمليك هذا مش موجود. بالرغم مما تحمله هذه الاحياء من مشاكل، الا ان غياب الحكومه عن مطالبهم وتغييب حقوقهم بات واضحا منذ سنوات. دور المجلس المحلي في منطقه المحاريق ميت، لا ابعد حد، يعني لحد الان ولا عملنا اي حاجه. لم تشهد هذه الاحياء بيئه ملائمه لحياه كريمه للمواطن الذي تتفاقم حجم مشاكله مع ازدياد عدد السكان بالمنطقه. الحفر الراشع عندنا ما شاء الله، الدنيا عندنا كواد كواد بالكداديف من الحفر الراشعه، المي مهلوش، الكهرباء مهلش. اعوام تمضي ليكبر معها اطفال اعتادوا على اللعب بجانب النفايات وطفح المجاري وعشوائيه تزيد من العبث بالبنى التحتيه. التوعيه الصحيه منعدمه هنا، انتشار المجاري بكثره. تفشي الامراض وشحه المياه، وشوارع تعلن رائحتها عن كوارث انسانيه تستغيث بصوت خائب الامل. تحتاج الأحياء الشعبية لإحياء أبسط مقومات الحياة بها، فالمواطن بانتظار حلول جادة وحقيقية من الحكومة والجهات المعنية لإنهاء معاناته. مروى العزاني، قناة بلقيس، عدن.